في واحدة تانية ممكن تلبس لبس ما يعجبش شريحة كبيرة مش متعودين عليه أصلا إن احنا نلبس زي رانيا يوسف مثلا. أنا قلت إن هي أنا قلت خليني أقول لك على موضوع رانيا يوسف. أنا قلت إن رانيا حرة في لبسها في مداخلة. بس ده مستغرب التصريح اللي طلع منك. أنا قلت في مداخلة وعندي على الإنستجرام رانيا حرة تلبس اللي هي عايزاه. لو لبست الفستان ده أنا ما أقدرش ألبسه. اللي لبسته رانيا كان بوليس الأدب جه أخدني من بره. كان إيه؟ بوليس الأدب جه أخدني من بره. أه والله. ليه؟ العين عليكي يعني؟ العين عليا. بصي أنا غير بس هي رانيا كمان أخدت بوليس الأدب بس بوليس الأدب ما راحلهاش ما أنا هفهمك. بس صار في تحقيق معها ما تنسي. أيوه بس أنا لو كنت مكان رانيا أنا ما بهرجش وأنا كتبت كده. كان زمان بوليس الأدب جه أخدني بالبوكس من قدام المهرجان ما استناش لما روحت. ليه بقى؟ أنا غير رانيا وغير أي فنان على الساحة. ليه؟ أنا لما أنا ليا أعداء كتير. يعني أنا مش مجرد فنانة عادية. أنا أعدائي إخوان ومش هقول أعدائي يعني الناس اللي بيهاجموني وبيتمنوا لي الغلط. إخوان، بعض الثورجية، بعض الفلول، فنانة ممكن تكون متضايقة مني، زي ما بقول لك كده راجل متضايق مني، حد ماسك منصب ما ومتضايق مني. فأنا أعداء كتير مش زي رانيا أو زي غيرها. ليه؟ الفنان لما بيفصح عن هويته الكروية أو يفصح عن هويته السياسية بينتقد بشكل فظيع وأنا مش عارفة ده ليه موجود في المجتمعات الشرقية.